زوكسولوجيات الصوم الكبير. الصوم والصلاة بطهارة وعفاف ومحبة بغير غش هما اللذان يرضيان المسيح. الصوم والصلاة بنحيب وبكاء ومحبة بغير رياء هما اللذان يرضيان الذي بلا خطية. الصوم والصلاة بقلب متواضع وروح منساحق هما اللذان يرضيان الطاهر. بالصوم والصلاة خلص الثالثة فتية القديس صدرك ومسك وبدينه من آتون اللهيب. بالصوم والصلاة الصوم والصلاة هما سلاح الغلبة وهما اللذان يسلك بهما المسيحيون. بالصوم والصلاة استحق إبراهيم أن يضيف الله عنده مع ملائكته الأطهار. بالصوم والصلاة أصعيد إسحاق ذبيحة طاهرة معطيا إشارة للمسيح. بالصوم والصلاة خالصا يا يعقوب من عيسو أخيه وأخذ بركة من أبي. بالصوم والصلاة ترافى الرب على عبده الصالح البر أيوب ومنحه الشفاء. بالصوم والصلاة ارتفع يوسف وملك على مصر وخلص من الزانية. بالصوم والصلاة رفع الله غضبه عن مدينة نينوى وغفر لهم خطاياهم. بالصوم والصلاة تنبى جميع الأنبياء والأبرار من أجله بأنواع كثيرة. بالصوم والصلاة أرسل الرسل القديسون ليكرزوا في جميع المسكونة. بالصوم والصلاة كشف الله أسرار عظيمة للصديقين ولابس الصليب. بالصوم والصلاة نال الشهداء المجاهدون الإكليل غير المضمحل الذي للشهادة. صام دانيال فأغلق أفواه الأسود فلم تمس جسده من أجل الصلاة والصوم. صام مخلصنا 40 يوما و40 ليلة حتى علمنا الطريق التي نخلص بواسطتها. فلنصم ونصلي ببر وطهارة وضمير ومحبة صارخين قائلين ابن الذي في السماوات العارف أفكاري. اذكرني في ملكوت السماوات كرحمتك. أبنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد والإكرام. أبنا الذي في السماوات يا حامل خطيئات العالم لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. أبنا الذي في السماوات أسمعنا صوت الفرح
يا حامل الخطية المبارك معابيك الصالح أبنا الذي في السماوات ارحمنا كعظم رحمتك واعطينا روح الأنبياء أبانا الذي في السماوات نسبحك أيها الصالح صارخين قائلين قدوس الله أبانا الذي في السماوات اغفر لنا أخطارنا الخاطية من قبل محبتك للبشر نعم يا سيد نسمعنا وكن معنا نحن غير المستحقين أن نتضرع إلى اسمك نعم يا سيد الرؤوف صاحب كنوز التحنن لا تتركنا في الجهالة والأفكار الردية الباطلة نعم يا سيدنا اقبلنا إليك واعطينا كمالا مسيحيا ويرضيك ونصيبا مع جميع قديسيك نعم يا سيدنا اقبلنا إليك واعطي فرحا لنفوسنا من قبل تذكر اسمك يا ربنا يسوع المسيح نعم يا سيدنا اقبلنا إليك بالحقيقة أنت مستحق المجد والإكرام معابيك الصالح نعم يا سيدنا يا ذا السلطان نسبحك بالمدائح ونسجد لك في الكنائس من الآن وإلى الانقضاء حينئذ لا يتعب فمنا ولا يسكت لساننا إذ ننطق بكرامة الصوم والصلاة كرياليسون نحن جبلتك خلصنا وارحمنا كلنا أيها الملك السمائي كرياليسون كملنا بالإيمان المستقيم واجعلنا أيضا مستحق أن نتناول من أسرارك كرياليسون لا تنزع عنا رحمتك ولا روحك المعزي بل تأنى علينا فلنسجد لمخلصنا محب البشر الصالح لأنه تراءف علينا وآتى وخلصنا تعالوا انظروا مخلصنا محب البشر الصالح صنع فعل الصوم بتواضعه العظيم فوق الجبال العالية بانفراد جسدي وعلمنا المسلك لكي نسلك مثله أبطل قوة العدو وحيال وحجاج وافتضح المجرب أمامه التلاميذ خواصوه والرسل الأطهر شاهدوا بغلبته على حجاج العدو ربح عظيم كثير كائن في الصوم يمحو الخطايا للذين تدنسوا اتركوا الكسل وتنشطوا
اطلبوا المحبة الأخوية واسعوا نحو المودة كما للتواضع وبروا التقوى وغفران الآثام من قبل الصوم المتمسكون بالصوم والصلاة دائما بأيديهم سيوف وأسلحة. ربنا يسوع المسيح مالك السلام يغبط الصوم وكل من مارسه جنس الأشرار يهربون ويهلكون بواسطة الصوم والصلوات مع الطلبة. شهداء المسيح تغلبوا على العذاب بواسطة الصوم واحتمال صبره. العذارى الحكيمة المتسربلة بالطهارة كانت مصابيحهن مملوءة زيتا بالصلاة والصوم. الذين أرضوا الرب الإله بأعمالهم الصالحة أحبوا بهاء الصوم واحتمال صبره. صرخ داود في سفر المزامير المقدس قائلا إني أحنت نفسي أمامك بالصلاة والصوم. وبولس الرسول لسان العطر يقول إني بصوم وسهر في الأيام والليالي أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد آمين. أسبح مراحمك يا ربي إلى أبد الأبد ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحقك. أسمع ليت على رأسي واثق ليت علي يا الله اسمع تنهدي وإطراحها عني. اجعلني مثل العشار الذي أخطأ إليك وتراءفت عليه وغفرت له خطاياه. اجعلني مثل الزانية التي خلصتها وأنقذتها ونجيتها لأنها ارتضت أمامك. اجعلني مثل اللص الذي صلب عن يمينك واعترف بك هكذا قائلا. اذكرني يا ربي اذكرني يا إلهي اذكرني يا مالكي متى جئت في ملكوتك. فأنت يا مخلصي قابلت إليك اعترافه وتراءفت عليه وأرسلته إلى الفردوس. وأنا أيضا الخطية يسوع إلى ملك الحقيقي تحنان علي واجعلني كأحد هؤلاء. أنا أعرف أنك صالح
رؤوف ورحيم. اذكرني برحمتك إلى أبد الآباد. أطلب إليك يا رب يسوع لا تبكتني بغضبك ولا برجزك تؤدب جهالاتي، لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيا. أرى أفعال ضعفي ولا تنظر إلي بغضبك. أخطأت يا يسوع ربي، أخطأت يا يسوع إلهي، يا ملكي لا تحسب علي الخطايا التي صنعتها. أسألك يا مخلصي أن تدركني مراحمك لتخلصني من الشدائد المضادة لنفسي. لا تحرق عدم معرفتي مثل سادوك، ولا تهلكني أيضا مثل أهل عمورة، لكن يا رب اصنع معي مثل أهل نينوى الذين تابوا فغفرت لهم خطاياهم. لكن فلتدركني سريعا ما رحمك يا ربي، ليصرخ مع هذا الشعب بصوت لا يسكت. لأجل هذا أطلب إليك أيها الرب الإله مخلصي، لا تحاكمني أنا الضعيف الخاطي، لكن حلي واغفر لي زلاتي الكثيرة. كصالح ومحب البشر ارحمني كعظيم رحمتك. الصوم والصلاة هما خلاص نفوسنا، والطهارة والبر هما اللذان يرضيان الله. الصوم هو الذي رفع موسى على الجبل حتى أخذ لنا الناموس من قبل الرب الإله. الصوم هو الذي رفع إيليا إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. ربنا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة حتى خلصنا من خطايانا، ونحن أيضا فلنصوم بطهارة وبر ونصلي صريخين قائل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لأن لك المجد والإكرام. شيريني أوتي برسينوس أورئم من إليسينيس. وهكذا تمت بسلام.